السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة، مرحبا ألف معكم هستر. طبعا في هذا المقطع جايب لكم حركة حلوة اكتشفتها يعني بالصدفة والله العظيم. طبعا بالسيارة هذه اللي هي الهامر التحديث الجديد، قلت خلينا نجرب كذا نطعس مع العيال نخش في الموية زي كذا. يوم دخلت في الموية أطالع لاحظت شيء غريب الصراحة، يعني السيارة ما تغرق إلا بالقوة، يعني تدخل تحت الموية تمشي تحت الموية شيء مو طبيعي. يعني ما أدري هل هي من الشكامين عشان الشكامين مرتفعة فوق هذه اللي في الجنب، ولا من ال المدخل الهواء هذا اللي فوق الكبوت قدام القزاز في زي العمود كذا، هذا مو شكمان هذا مدخل هواء، ما أدري ايش يسمونه. دائما حقين التغاريز والحقين التطعيس واللي يروح اماكن زي كذا في الحقيقة تشوفهم يركبون هذا الشيء زي كذا عمود عشان يخش هواء للماكينة، ما ادري ايش نظامه، بس انه دائما اعرف انه اللي حقين التغاريز اللي يخشوا في اماكن فيها مويه زي كذا دائما تشوفوا على الشاصات كمان تشوف عندهم هذا الشيء. فدحين انا اشوف داخل تحت المويه عادي طبيعي زي اي سياره. شوفوا في هذه الوصله دحين دخلت، شوف تحت المويه، شوف السياره كيف دخلت. ممكن السيارات الثانيه تسوي ذا الحركه، بس دحين شوف طبعا بامكان خويك يركب معاك ورا وتشوف بنفسك. شوف السياره دحين كيف غاصت. بس ما خربت، شوفها دق بواري، طفي النور شغل النور عادي شغاله زي اللوز. ما ادري هل هي شكمين، مع انه شوفها مدخل الهواء تحت المويه برضه بس ماشيه. شوف احركها تمشي، شوف غاصت زياده شويه دخلت، ما ادري الله اعلم من الشكمين ولا من مدخل الهواء ذا، والله ما ادري. انتوا جربوا بنفسكم، والله مره حركه حلوه. يعني لو دخلت المويه لين يعني وجهي بس اللي باين، حتى خويك طلع اخويانك في الحوض اللي ورا، راس خويك بس اللي يكون باين، عرفت؟ يعني ما انا ما قلت السياره الصراحه زي كذا، في جيوب ثانيه في زي الجيب اللي يشبه المرسيدس هذاك 6 باي 6، عرفتوا اللي ست كفرات فيه، عرفتوا الجيب ذاك الهايلوكس هذاك ينزل تحت المويه بس يكون مرتفع، عرفتوا يكون مرتفع يعني لانه ارتفاعه مره كبير هو ذاك الجيب. فانا ما قد شفت صراحه سياره، اذا كنت مرت عليكم سياره تسوي نفس النظام هذا اكتبوا لي وضحوا لي تحت في التعليقات. في سياره اللي هي البنز ذاك الجيب المرسيدس اللي دائما تشوفونه في الشارع، في من تعديلاته تركب هذا المدخل الهواء اللي على الكبوت، عرفتونه؟ بس ما ادري نفس الطريقه تيجي تضبط تحت المويه، والله ما ادري. فانا رحت قلت خليني اجرب جهه المويه اشوفها تغرق ولا ما تغرق، لكن غرقت معايا في النهايه. شوف هنا في المنطقه ما غرقت معايا، بس يوم قدمت قدام شويه غرقت معايا. شوف ما شاء الله حتى انواره مره حلوه، شوفوا. انا طبعا قاعد اقدم يعني شويه، خلينا نشوف. شوفوا دحين المويه دحين على نص السياره، شوف دحين غرقت مع انه شكامين اشوف برا، لا بس غرقت، ما ادري كيف غرقت. شوف انا دحين غرقان، بس لو يمدينا والله العظيم تضغط تاتش باد ويورينا يعني تحول على منظور داخلي وتشوف، بس ما يمديك. وبس هذا كان كل المقطع، يعني صراحة حركة حلوة يبغى تجربها مع اخوانك لما تروح تطعسوا تنبسطوا تكون معاكم هذه السيارة تفرفروا تمشيات، عرفتوا؟ وبس كان هذا كله في المقطع.